الدرس الرابع قبل دخول الفصل. طالب طالبة قديم جديد جديدة هذا هو من أهلا يا إبراهيم أهلا يا خالد من هذا؟ هذا إسماعيل. هل هو طالب جديد؟ نعم، هو طالب جديد. أهلا بك يا إسماعيل. أهلا بك يا خالد. الدرس الخامس قبل دخول الفصل. هذه هي أهلا يا عائشة. أهلا يا فاطمة. من هذه؟ هذه زينب. هل هي طالبة جديدة؟ لا، هي طالبة قديمة. أهلا بك يا زينب. أهلا بك يا فاطمة. الدرس السادس في الفصل. درج قلم كتاب دفتر كرسي مقعد أخذ يأخذ خذ باب في ماذا عندي صباح الخير يا عمر. صباح النور يا إسماعيل. ما هذا؟ هذا درج. هل هو درجك؟ نعم، هو درجي. ماذا في درجك؟ كتاب وقلم. هل عندك دفتر؟ نعم، خذ الدفتر. شكرا. الدرس السابع في الفصل.
حقيبة. كراسة. مسطرة. ورقة. سبورة. رسالة. نافذة. صورة. مساحة. مساء الخير يا فاطمة. مساء النور يا عائشة. ما هذه؟ هذه حقيبة. هل هي حقيبتك؟ نعم، هي حقيبتي. وماذا في حقيبتك؟ كراسة ومسطرة ومساحة. هل عندك ورقة؟ نعم، خذي الورقة. شكراً.